أصدرت منظمة فريدون هاوس الدولية غير الحكومية تقريرها السنوي الخاص بحرية الصحافة، حيث أشار التقرير الذي شمل 197 دولة حول العالم إلى تراجع كبير في حرية الصحافة وخصوصا الشرق الأوسط. يعطي التقرير كل دولة درجة من الصفر بمعنى الأفضل إلى غاية 100 يعني الأسوأ، اعتمادا على 23 سؤالا منهجي. تصنف درجة الدولة تجاه حرية تدفق الأخبار وتداول المعلومات في هذه الدول ضمن ثلاثة فئات: حرة، حرة جزئيا، وغير الحرة. يوضح الجدول ترتيب الدول العربية لحرية التعبير حسب درجات الترتيب العالمي، بداية بتونس درجتها العالمية ب112، إلى الجزائر ترتيبها العالمي ب127، إلى ليبيا ترتيبها العالمي 147، وإلى المغرب حيث ترتيبها العالمي 152، إلى الإمارات ترتيبها العالمي 167، وإلى السعودية ترتيبها العالمي 181، سوريا ترتيبها العالمي 189. أكد التقرير أن الصحفيون يتعرضون إلى ضغوط وانتهاكات من قبل الحكومات والمجموعات الإرهابية على رأسها تنظيم داعش الإرهابي. وذكر التقرير بأهم بؤر التوتر التي يعاني فيها الصحفيون، فسوريا ما زالت تعد أخطر مكان على الصحفيين، حيث لقي قرابة 20 صحفي مصرعهم أثناء أدائهم لمهامهم. في مصر يقبع العشرات من الصحفيين داخل السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام الحالي. ليبيا تم رصد 27 حالة اعتداء، وفي اليمن تعرض الكثير من الصحفيين للقمع والتهميش والاضطهاد، وفرضت قيود على التغطية الصحفية. أما في فلسطين فلقد سجل أكثر من 42 انتهاكا بحق الصحفيين، تنوعت بين الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء والاستهداف بالقنابل المسيلة للدموع ومنع التغطية الصحفية والمنع من السفر. إذن هو الواقع الذي يعيشه أصحاب المهنة أو مهنة المتاعب، الذي ورغم كل هذه التحديات إلا أنهم يؤكدون على صمودهم وإصرارهم على تقديم كل ثمن من أجل الكلمة.